حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن شعبه عن عمرو بن مره عن مره الهمداني عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وان فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام